صاحبي اجمعين، اهلا بكم متتبعين مطبخ ام وليد والاكل الصحي. اليوم جبت لكم واحد الوصفه رائعه حلوه، يقولوا لها بسكويت التمر، وما شاء الله يعني صحيه. اذا نبدا بتقديم المقادير. لهنا اول شيء عندي ثلاث كؤوس من الدقيق القمح الكامل. عندي بيضة، هنا عندي 200 غرام من الزبدة النباتية بنات، زبدة يعني من الأحسن نباتية. هنا عندي ملعقة قهوة من البيكنج سودا، واللي مش متوفر عندها تعمل خميره كيميائيه اوكي عادي، ولكن انا افضل هذه لانه هي اكثر يعني صحيه على الخميره الكيميائيه. عندي ملعقه صغيره من الفانيلا، عندي ملعقتين اكل من السكر البني، ويعني وهي الوصفه هذه فيها المفروض نصف كاس من السكر، ولكن انا يعني قللت خليتها ملعقتين اكل. وعندي كميه من هذا التمر، معجون التمر، يعني اذا كان معجون عندك معجون تمر جاهز عمليه كان بها، اذا ما عندكش وعندك يعني حب عادي يعني طبخيه على البخار حتى يعني يصير يعني طري والى اخره. كما تعرفوا انا كنت حطيت له، كان عندي شويه جوز، حطيت له شويه جوز، شويه ربع ملعقه من صغيره تاع قهوه يعني من الهيل، حطيت لها قرفه وشويه سمسم يعني الجلجلان، وهذه هي لانه راح نعمل حربيش بعدين، راح تشوفوا ان شاء الله باذن الله التطبيق تاع الوصفه. اذا هذو هما المقادير، ما فيهاش يعني مقادير كثيره، هي يعني نقدر نقولوا انها عجينه سابلي، وعجينه سابلي يعني باينه كيف تتخدم. اذا الان راح نبلش في طريقه التحضير. اذا طريقه التحضير راح تكون اول شيء راح نبداو البنات راح نبداو بالزبده تاعنا، نحطوا الزبده تاعنا هنا هكذا، وبعدين نحط معها السكر. اذا نخدم الزبده وما قلتش الملح لانه هذه الزبده تبعي فيها الملح فمانيش محتاجه للملح، واذا كان الزبده تبعكم ما فيهاش الملح حطوا لها رشه ملح. حاولوا انكم يعني تذوبوا هذا السكر. هلا نزيد نحط البيضه ونخلط هلا، وبلا ما تنساو انكم تشغلوا الفرن على 180 درجة، نخدمو حتى كل شيء يتجانس مع بعضه. اذا كما راكم تشوفوا كما قلت لكم حتى كلش يدخل في بعضه، وكمان السكر يعني تحسوا به انه ذاب. هكذا نحط الفانيلا مع البيض والسكر والزبدة. بعدين انا واش نجيب الدقيق تاعي ونبدا نحط حتى نتحصل على عجينة يعني مليحة طرية. صدقوني هاد الحلوة هذه، هاد البسكويت هذا رائع رائع، يعني لا في البنة تاعو ولا في يعني ما شاء الله لذيذ لذيذ لذيذ، ما تشبعوش منه. جربوه وقولوا لي، ردوا لي بالخبر عليه صراحة. ويجي طري هشيش يعني زبدة، مثل الزبدة. اذا نحط البيكنج سودا
ونخلط. اذا ها هي البنات العجينة تاعي مثل ما انتم شايفين، ها هي تحصلت على هذا القوام. هذا عجينة طرية، عجينة صابلي عادي يعني، طرية رائعة هكذا. ومثل ما قلت لكم انا الدقيق تاعي شوفوا كيف يعني الكمية اللي تبقات لي ما استعملتهاش كلها. اذا انا وش نعمل، راح نحط هذه ترتاح، نحطها ترتاح شي 10 دقائق في الثلاجة، وبعدين نرجع لها يعني قبل ما نجهز الحشوة تاعي. عندي عندي هذا الحشوة تاعي انا. وش راح نعمل، راح نعمل حربيش، يعني حربيش هذا، نعمل حربوش هكذا. يعني نعمل هذا الطول، طول هكذا والسمك هذا. اوكي يلا انا نكمل الباقي ونرجع لكم للمرحلة الجاية. اذا البنات هاي كما راكم تشوفوا، انا جهزت حشوه التمر بتاعت البسكويت بتاعي جهزتهم يلا. وهذه العجينه تاعي بعد ما ارتاحت يعني 10 دقائق نطلعها. انا شو راح اعمل هلا، راح اجيب كميه من العجينه مثل ما انتم شايفين. راح اعمل حربوش هكا، يعني حاولوا انكم يعني لما تعملوها تضغطوا، يعني تدوروا هكذا وفي نفس الوقت تضغطوا مشان ما يكونش يعني تخرجوا الهواء يعني هكذا. راكم تشوفوا نعملها هكذا، وبعدين نفتحها مثل ما تحبوا انتو، تحبوا تستعملوا هذا الرولو الحلال يعني تستعملوا هذا، استعملوه عادي يعني باش يساعدكم هكذا. حاولوا بس فقط انه نعملوه يعني شوي قريب متساوي يعني هكذا مثل ما راكم شايفين هكذا. نجيب الحربوش تبع التمر ونحطه هنا على طول العجينة، وبعدين نغلق العجينة بتاعتنا هيك مثل ما انتم شايفين هكذا، نغلقها هكذا هكذا البنات باش تشوفوا هكذا، وبعدين ندور ندور هك هنا هكذا البنات، وبعدين نبسطها هكذا او جيبوا هذا كمان الأداة عادي، جيبوها بسطوها فقط قليلا هكذا، يعني مش كثير كثير ولكن انتو تحاولوا كيف يعني تعملوه يكون نفس السمك هكذا مثل ما انتم هنا تاعتي. ونعمل نقسمها هكذا هكذا البنات مثل ما انتم شايفين. وفي شيء كمان تحبوا تعملوا، انا نعملها الشكل هذا بالفرشات
نعمل خط، نعمل خط قبل ما اقطع او لما اقطعها. اوكي هكذا تعملوا خط مثل ما انتم شايفين، مش عارفه اذا كان مبين معاكم ولا لا، ولكن راح اوريكم اياها. هاي شوفوا هذه الخطوط كيف تجي حلوه، شكلها جميل. ونعمل نفس الشيء، نحط هذا الشكل يعني الاول نحطه هنا مشان يجي نفس الحجم هكذا. وانا عندي هذا البلاتو اللي يروح الفرن، ونحطهم هكذا مثل ما انتم شايفين. والله الحلوة هذه رائعة، شوفوا كيف السمك تاعها يجي، شوفوا هكا مثل تقولوا مثل هذا المقروط، هو مقروط يعني، ويعني رائع رائع يعني صراحة، يعجبكم كثير لو تجربوه. والبنات الكمية مثل ما نقول لكم دائما، الكمية انتم تضعفوا الكمية يعني حسب افراد تاع العائلة تاعك. اذا نفتحوها هكذا ونجيبوا الحربوش الثاني، اذا ما كفاكمش معليش تزيدوا. وانتوما لهنا السمك تاع التمر مثل ما انتو تحبوا، تحبوا معمر كثير تحبوا يعني هذا يعود لكم انتو. التمر انا راح نعمل الشكل الثاني، هذه الأداة هذه اللي تعمل ثقوب راح نمشيها يعني بلا ما نضغط كثير كثير كثير، ما نضغطش كثير، فقط هكا عشان تعطيني بس تعطيني يعني شكل فقط هكذا. نروح روح وبيجي، نروح وبيجي هكذا. شي بسكويت يعني الشكل كما تحبوا كما قلت لكم انتم وحتى الكبر تبع هي العجينه الحلوه هذه، انتم تحبوا كبار تحبوها كبيره تحطوها تعملوها كبيره، تحبوا صغيره تعملوها صغيره. ها هي شوفوا الثقوب كيف يعني ظاهره باينه ما شاء الله، او تحبوا تعملوا خطوط بالفرشات يعني مثل ما تحبوا. انا نكمل البقيه ونحطها في الفرن تستوي يعني. شوف انا راح احطها في الفرن، لما تطلع من الفرن راح نقول لكم الوقت اللي اخذت لي في الطهي تبع الحلوه هذه، وراح نقول لكم عليها باذن الله. اذا انا نرجع لكم في طبق التقديم ان شاء الله، في الطبق النهائي تشوفوها كيف صارت. اذا البنات ها هي الحلوه تاعي، شوفوا كيف جهزت، وخذت يعني اخذت مني وقت الطهي بتاعتها 15 minutes بس يعني 15 دقيقة فقط، 15 دقيقة يا ما شاء الله. شوفوا كيف يعني صراحة رائعة الحلوة، وشوفوا كيف طرية طرية طرية، شوفوا تعملوا لها فقط ها، شوفوا تعملوا لها فقط هكذا تتفتت، شوفوا يعني ما شاء الله ما شاء الله، بتدوب في الفم، دوب في الفم والله. شوفوا العجين، شوفوا العجينه. انا واش نقول لكم، جربوها هذه مش راح تندموا عليها الحلوه هذه، وردوا لي بالخبر. اذا هذه هي البنات واش نقول لكم، انا اللي راهي تشوف في الفيديو تاعي اول مره ان شاء الله، مرحبا بكم، اشتركوا في القناه وحاولوا انكم تشاركوا القناه مع اصحابكم وجيرانكم واهلكم، ليش لا يعني لتعم الافاده. هذه هي اللي حب يشربها مع شاي بالنعناع يعني روعة يعني راح تحلى. اذا هذه هي واش نقول لكم، ان شاء الله تعجبكم وصفتي تاع اليوم يعني، هي صحية حتى مقاديرها سهلة. اذا انا نخليكم في رعاية الله وحفظه، ونقول لكم مع السلامة مع وصفة جديدة ان شاء الله في يوم اخر. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.